قناة شباب نتني، والسلام عليكم. خرجت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بتدوينة على الفيسبوك هاجمت فيها رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أحمد أحمد، الذي قالت بأنه تملص من مسؤوليته بعد أن حرم القنوات الوطنية المغربية من الحصول على حقوق بث مباريات منتخباتها الوطنية في كأس إفريقيا للأمم مصر 2019. وأشارت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بأن رئيس الكاف كان قد وعد بإعادة النظر في هذه المسألة فور انتخابه على رأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، كما أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة اعتبرت عرض بيع حقوق 12 مليون دولار أي حوالي 12 مليار للبلد الواحد هو حرمان لشعوب المنطقة من متابعة منتخبات على قنواتها الأرضية. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه.